طيب عبد الرحمن، انت اول مره تجي؟ ثاني مره تجي سويسرا؟ ما شاء الله مرافق رسمي معي، الحين صرت رسمي اول غير رسمي. شو انطباعك عن سويسرا بامانه؟ يعني بامانه سويسرا سبحان الله، تجيها مره لازم تجيها مره ثانيه. ليش؟ ما ادري، ما تطفش منها، طبيعه جو، يعني كل تفتقده في بلدك تلقاه هنا. وش تفتقد ببلدك؟ تفتقد المطر، تفتقد الجو الكويس، الانهار. أنا ما أشوف مقابل وذيك يضحك كذا.